هنا الأب أو الأب، هنا الابن الخلوق المؤدب. وش بعد؟ وش بعد؟ مو فيها للسالفه، فيها شيء للسالفه. وضع اثنين مفلسين وينتظروا حد يعزمهم على عصير. سلام ورحمة ورحمة. مرحبا، هيا الله يا مرحبا. عمرو شوفهم ما حاول حد يشرب لوين يا اخي. ليلكم تمكن يطلبون عصير هم. مشكلة ما يجي مع عصارهم. ايه؟ ما ينفع يعرفون. ايه لعادي يقول لهم. فعلوا برجرين وبرجرين. يعني تروح لهم هناك صوب السيارة. حياكم شباب، شو اخباركم؟ حيا الله. اذا نتشرف تطلبون لنا عصير روح. والله. ايه والله. ما له ما حلوة، مو ما حلوة، ما ذيلا ما نعرفهم. عادي لو ما حنلقاهم غير اليوم. سير. عيب 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 يا أخي، عيب يا أخي. شافك الرجال. ما بذي الطريقة تروح له عند القامة. تو كم سيارة هنا؟ ها تو تعزمونه. غلط بعد شو؟ غلط. مو بغنى نعزمه. أنا أحسنت أنا. يعني بعد فكرنا احنا بنعزم فيلم غلط مسكين. لا لا يجي نصف، لا يجي. ها؟ لا يجي نصف. ننتظر بعدنا شويه. جماعه الخير اهل عبري، اذا حدا يمر صوب هنا ما نقول طلعت تعالوا تجملوا متورطين الاب وابنه. زين معقول انت ما عندك حل عصير؟ امو سوى عمرك ايه، سوى عمرك ما فاهم، سوى عمرك ما فاهم. ما عندك معقولة على العصير؟ واحد يعزمك، انا اعزمك عادك تحنبه. اي يعني معك فلوس؟ قول لي انا معك فلوس؟ اي عندي الحمد لله. مخباك؟ ايه والله مخباك. ماشي ماشي اسمه 4 ريال. ماشي والله صدق 4 ريال. خلاص ماني بعصير، خل انا بروح. يا باشا شو تشرب عمرو؟ قصدي انت يعني مو تشربني. دامك عزمتني انت تطلب ولا عادي انا اقول؟ انت مو باغا افكادو. افكادو بدون سكر؟ بدون سكر، بدون اي حاجه يا باشا. وزبطني حلو. انا مين؟ سيد واحد. انا سؤال هذا اللي هو مانجا ولا هذاك اسمه مانجا افكادو ولا مو اسمه هذا؟ كيف مانجو افكادو؟ والله كم سواحة حلو مانجو افوكادو. لا تخلط، لا تخلط. انت كم السيارات تخلط آيل وماي؟ ما اي شيء تاكله. خذ لك افوكادو عشان الكيتو. والكيتو مو ذا الكيتو، يوم شيء يوم ما شيء، مو ذا الكيتو. بس وبعدين مو ذا تقول للرجال يا والله مو الترتيب يا باشا. والله الافوكادو مانجو برضه شكل كويس. والله يسوي لك مع الرجال وما عفمه ويحفر الافوكادو. هذا ما عنده برضه شكل حلو، يعني ما في سكر طبيعي ما ينجلس. ايوه يعني سكر غير ما نضيف له سكر. لو عايز عيونك حمرات تراي والله، عيونك حمرات من يوم جاي وما عارف تتكلم عن يكون. ها خلاص سوى له افوكادو مانجو وانا افوكادو. انت مسكر؟ ايه حبيبي قلبي حبيبي. عمرو كيف الاستعداد ان شاء الله باكل للتصوير؟ مرة ان شاء الله. الامور طيبة؟ ايه مرة. مرة يا جماعة الخير ان شاء الله راجعي لكم موجة ثانية ان شاء الله من الاعمال اللي راح تبدأ ان شاء الله بكرة باذن الله تعالى تصويرها اكثر من حلقة، وان شاء الله راح تشوفوها عما قريب في حتى يمكن هالاسبوع نهايته واللي بعده واللي بعده. ها؟ يس قال عمرو. ما انسوا اللي فحنا وايد. لا 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 والله جابوا مفتوح. وصل الافوكادو حبيبي. مثل الشفاطه مالتي يا حبيبي يا استاذ. لا لا مش هذا شفاطه مال عمرو، مش ذي كذا كذا بيب نفس مال الصرف الصحي كبيره كذا. اكبر ايوه هذه رقع رقع عمرو ما تصلح له ذي. لا حبيبي ايه في عندكم؟ لا ايوه النوعيه اللي اكس اكس لارج. متى يخلص ذا؟ ايوه صدقوا عمرو شفطه واحده. لا تنفس. تعجبني انت امورك في السليم. خذه خذه هي دواء 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 مال حموضه. شاري دواء حموضه انت. لازم ارتق مخي انا منك انت. جابوه العطبه
حبيبي هي هذا جيب جيب هذا 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 حطبة عمرو هذه هذه مال الناس العادية البشر هذه مال عاد مال ما عشان تستفيدوا منها بترول ماي شوف جيب اشرب عطشان اول مره اسمع جيب اشرب عطشان كيل عصير ما وضع للعطش انا تونا اخذ النوم والله نايم نام نام اليوم علينا المغرب كان يسولف كذا في الصاله والله ما سمعنا غير غر 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 والذباب والبعوض عليه تو صاح شويه وجبته انا يلا اشبك قول النص صراح النص صراح اما صراحه عمرو معاناه الصرف الصحي معاناه امانه يعني جزاهم الله خير مسوين اللي هي الصرف الصحي انه من البيوت سيده يروح الى لكن الصراصير شرص احنا نسميها شرصه هو اسمها صرصور اصلها صرصور بس احنا نسميها شرصه انزين فواجد يعني تقوم الصباح تحصل لك 12 13 15 20 حبه في دورات المياه صدق فهذا توهن يطلعن من الحراره فاتمنى من الجهات المختصه انهم مثلا اذا قدروا يعملوا ادويه يا اخي في هذه الثقاب يسووا ادويه يعني تخيل انت تكون دورات المياه الصباح اطفال يخافوا انا اقول لك نفس الشيء والله صارت ايوه وكبار خليته على اوساخ خاصة الحريم يعني انت تقول 70% من الحريم يخافن الصراصير اكثر من زواجين يعني عادي زوجها ما تفزعوا لكن الصرصور تركض ركيض صحيح ترى هذه المعلومة انا اقول رجعت والله رجعت انت لا انت امورك طيبة شيخو ما ظنها تركض الصرصور بو اذا شافها وحده يسمي ويقتل عمره والله 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 اتمنى من الجهات المختصه يا والله بامان واجد واجد تقول ما الخوف من الصراصير صار عقارب بكره افاعي لان الدنيا تثور تحت فيطلعن عادي من دورات المياه تخيل انت داخل الحمام ويطلع لك ذاك مال كوبرا كذا حد يسوي له مزمار ها والله الله يستر اتمنى من الجهات المختصه والله كذا حلوه ذيك الحركه مال كوبرا عمرو كيف يسوي الكوبرا عمرو هذه مار بحر والله ضحوك يا اخي انت عمرو والله ضحوك بالجبن عمرو كني بروح عند انا يوم تعزم حد لا تقول له تاخذ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه لو يشل المحل كله ترى ما من اداب العرب انك يسمعوا كم شل وكم ما شل انا من برا ما ندخل واحد ريوك واحد هالغدا واحد العشاء ما تجي تسمع ما زين ترى عمرو والله العظيم باليوم انت معي باكر مع غيري انا عازمنك هنا بالطاوله ما عازمنك برا مره تشيل تقول لي ما عازمني قلت لي خلاص انه مو اسمه قلت لي خلاص تعال اعزمك على عصير طلعت من لساني بالغلط باقول له جيب افوكادو فقلت له جيب افوكادو زايد ثلاثة كوكتيل فلاقي السوالي اذا ما عاجبني قول ما عاجبني ترى بامانه زعلت من قلبي انا ما حلوه ذي الحركه يا اخي لا لا ما حلوه ولا ما حلوه لا تعزمني غير اليوم ما اريد شيء منك ما اريد شيء منك ماجي انا بطلب لي مره برجر ماجي بطلب لك برجر عاد كنت سمعني عصير 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 كي ما طالب اللي انت تقول لنا غابه يوم اللي ما اخذ ثلاثة عصاير يلا ما يعجبني الانسان بخيل ما يعجبني ابدا بسم الله الرحمن الرحيم ما يعجبني الانسان البخيل